اخر يوم مثلا بمهرجان من المهرجانات، في اخر يوم بيعملوا لك برنامج تو ريلاكس، اللي بيعمل لي مساج بيقول لي وير يو كومينج فروم، من وين انت جاي؟ فانا شرحت له فلسطين، فتذكرت انه انا راح اطير مش على المطار، ومن المطار في سياره راح تاخذني على البيت زي باقي كل الممثلين اللي بالمهرجان، لا انا راح ارجع على مطار عمان، من مطار عمان راح اخذ تاكسي وياخذك على الجسر، بدك تنزل تحمل شنطاتك. فكل هاي النجوميه بلحظه انك بدك ترجع على فلسطين، كل هاي النجوميه راح تختفي. It's home, sweet home. بالعودة من الأوسكار والمهرجانات العالمية لترجع على فلسطين، على رام الله، على الضفة الغربية، المحاصرة بجدار فصل عنصري، محاصرة بحدود، ب قوانين عسكرية وسياسية واقتصادية اللي بتمنع وبتحد من التواصل الطبيعي بين الفنانين وبين الناس للعالم. كفنان لقيت صعوبة لأنه ما في استمرارية للمنطقة أو المرحلة اللي وصلتها، ما كان في خيارات لمسارح عم تشتغل ومراكز ثقافية لأنقل التجربة وأنقل إيش تعلمت للجيل البعدي أو الفنانين اللي بيشتغلوا بهذا المجال. هاي رام الله، مدينتي اللي برجع لإلها بكل مرة بكون في عندي وقف من التصوير، ما بصور أو بكون في عندي وقت فراغ، برجع لأكون جزء من المشهد السينمائي أو المشهد الثقافي أو البناء الثقافي أو محاولة لخلق مشهد ثقافي بفلسطين. كان صعب، اضطريت اروح اشتغل في قهاوي كسيرفيس زي اي ممثل وزي اي فنان بالعالم، مش هاي مشكلتي، بس مشكلتي انه يعني باوروبا بيكون الممثل بيقدر يشتغل بالمطعم بس عنده بارت تايم عم بيشتغل بالمجال الفني، بس هون بفلسطين المجال الفني مقطوع واقف في حاله من الفريز. فكفنان أنا بوقف تطوري الطبيعي لأتعلم وأدخل تجارب وأدخل كمان مرة فيلم وكمان مرة فيلم. كان صعب كتير، كانت مواقف مضحكة. كنت عم بشتغل بقهوة اسمها زمن، روحت من مهرجان كان السينمائي واضطريت أنه أشتغل بهاي القهوة لأعيش، فدخلت مساعدة المخرج الأول بالفيلم وتفاجأت. أول ردة فعل إنها إيش أنت عم تعمل هون؟ يعني فهمني إيش عم بصير؟ هل أنت اعتزلت لتشتغل فن، وقفت لتشتغل سينما، ولا إيش اللي عم بصير؟ فهذا النوع من هاي القصة اللي هي لا أنا هون بس أنا بكمل، أنا هاي بعملها مرحلة ومرحلة ومرحلة عشان نتطور، لأنه إذا أنا استسلمت من أول مرحلة أنا مش راح أكمل. القهوة في رام الله هو المكان اللي بلتقوا فيه الفنانين والمثقفين، لأنه المراكز الثقافية غير فعالة، المسارح غير فعالة، ما في سبيس، ما في مكان اللي يلتقوا فيه العاملين في مجال السينما أو المسرح أو الفن بشكل عام. فبتكون هاي الطاولات اللي بتجمع الناس ليفكروا وليطلعوا بالأفكار. فهذا المكان القهوة هو المحل اللي بلتقوا فيه الناس وأنا بلتقي بصحابي وبالفنانين لما بدنا نفكر بمشروع أو نفكر بفيلم أو بمسرحية أو بعمل فني، بيكون المكان دائماً إنه يلا بنلتقي في قهوة. فهاي من أجواء رام الله. نهاركم سعيد. طيب ليش طلعوك هاي المرة؟ أقنعتهم مرة تانية إنك راح تشتغل معهم وإنت مش راح تشتغل معهم؟ بتفكرهم أغبياء لهالدرجة؟ أنا بفكر إحنا بحاجة لتطوير، أنا بحاجة ل مش بس أنا، كتير فنانين بحاجة لنوع من الدعم،
مش المادي بس، نوع من العلاقات المشتركة، نوع من الورشات التطويرية، نوع من الريليشن شيب مع جامعات ومعاهد أو مراكز أو متاحف أو معارض فن بحاجة لتطوير، بعث طلاب لمنح، لأنه في حاجة. أنا كتير بلتقي بشباب بلاحظوا بالشارع، باختصار بلاحظوا بالشارع بشوفوني الشالم، إياد حراني ممثل عمل فيلم، حلو الفيلم، أنا نفسي أكون ممثل، أنا جاي عبالي أكون ممثل، أنا والله بعرف أمثل، أنا صورت أنا وابن عمي وأخوي. بكل البساطة في شباب، لأنه الجيل، كل جيل، كل إنسان عنده متطلبات، اللي بده يكون فنان، اللي بده يكون دكتور، اللي بده يكون مهندس، اللي بده يكون فنان وين بده يروح؟ كيف بدي أساعده لي يروح معاهد، يعرف كيف بدي أحترف أكون ممثل؟ فإحنا بحاجة لكلنا لنوع من التعاون. أشرف، وعدت منك رح تترك المخدرات وترجع للبيت، وين رايح؟ فرح، نسيتك معه؟ أنت تفكر إنه رح يتغير؟ ولا عمره رح يتغير. كيف تعرفت أسامة؟ بطريقة كتير بسيطة. أسامة بعت لي مسج، مرحبا أنا أسامة، فيلم ميكر من فلسطين، عم بحاول أعمل أشياء، شفت الفيلم وبحب أتعرف عليك ونحكي. أولا أنا شاب أملك خبرة بسيطة، ولكن بدي أتعلم، بدي أشارك، بدي أقدم الخبرة اللي عندي وأتعلم من خبرات ثاني. كان متحمس فيلم ميكر على بداية مشواره، فكان الحكي إنه تعال نتعاون، نعمل إشي مع بعض، نصور أي إشي مع بعض، اللي كمان أوكي تعال نعمل فاندريز لفيلم، تعال نفكر بنكتب فيلم، تعال نلتقي بهذا المصور، تعال نلتقي بهذا الممثل، تعال نتعرف على هذا الكاتب، تعال نخلق حالة من إنه يكون في أشياء مشتركة لننتج أعمال. الامل بيجي دار فاصل السوري صور انا مربوط فلسطين كجنين لحفل الطفل. في تحدي، التحدي هو مش انه احنا بنطلع ضد العادات والتقاليد، الا احنا بنقول حريه التعبير هي اول حريه قبل حريه الاحتلال، قبل حريه من كل شيء ثاني، انه الفرد يكون عنده حريه الخيار. جوليانو علمني كتير أشياء بقدر أختزل بشيء صغير. أول شيء responsibility، مسؤولية على اللي بتعمله ومسؤوليتك على مجتمعك، وثاني شيء الإيمان، بنآمن بإيش بنعمله. بآخر شيء بقدر أحكي، جول حكى إشي كتير مهم وأنا كتير بآمن فيه، حكى جول إذا إحنا ما منآمن نكون مع بعض، وإذا ما كنا مع بعض منكون معلقين حد بعض، مشنوقين جنب بعض، ميتين كل واحد بحالته بمشكلته. هذا اللي لازم يكون مهم لإلنا.